Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، تعالوا بينا إن شاء الله نختم في الحلقة دي مراجعتنا اللي ابتديناها من 6 حلقات، ودي الحلقة 7 واللي هنتكلم فيها How to make a WH question، إزاي هعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام. شكل ما خدنا قبل كده ان السؤال عندنا نوعين اتنين، yes and no question، يعني سؤال بيبدأ بفعل مساعد and WH question، وسؤال بيبدأ بأداة استفهام. خدنا ال yes and no question بكل احواله، والنهاردة ان شاء الله هناخد ال WH question بكل احواله، فمعذرة اذا كانت الحلقة هتطول شوية. واحنا قلنا يا جماعة ان حلقاتنا اصلا اللي هو بيتفرج على دقيقة او دقيقتين، قلنا ده مش هيستفيد اي شيء، اما الطالب اللي بيحب ان هو يقعد ويركز من اول كلمة لآخر كلمة ده اللي هيستفيد استفادة كبيرة جدا إن شاء الله. طبعا النهاردة أنا بعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام. إمتى السؤال يبدأ بأداة استفهام؟ طالما الإجابة بتاعتي مش بيس ولا نو. يعني لما أشوف الإجابة تحت مش بيس ولا بنو، يبقى إذن أنا بعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام. وهنا أنا بختار أي حاجة في الجملة وأبدأ أعمل عليها سؤال، يعني ممكن كذا جزء في الجملة أنا أقدر أعمل عليه سؤال. طبعا أدوات الاستفهام like what, when, where, why, what time, how many, how much, etc. دي كلها بسميها أدوات استفهام. طبعا أدوات الاستفهام بتختلف على حسب الجزء اللي أنا بسأل عنه في السؤال. يبقى هنا لازم أكون حافظ كل أداة استفهام بتسأل عن إيه. طيب جميل، طب إزاي هكون بقى السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام؟ شكل ما قلت قبل كده يعني سواء ببدأ سؤال بفعل مساعد أو ببدأ سؤال بأداة استفهام، برضو كده كده بحتاج الفعل المساعد، لأن لما أسأل بأداة الاستفهام هلاقي وراها helping verb فعل مساعد، وبعدين subject، وبعدين فاعل، وبعدين المين فيرب اللي هو الفعل الأساسي، وبعد كده بتيجي الكومبلمنت اللي هي تكملة السؤال. For example، على سبيل المثال، when I say my favorite subject is English، when I say my favorite subject is English. طبعا هنا لو جيت قلت لك اسأل لي على كلمة English، English دي اسم غير عاقل، فبالتالي لما اسأل عنه هسأل عنه بكلمة what، تاني هسأل عنه بكلمة what. what دي بسميها أداة استفهام. طيب أداة الاستفهام دي المفروض ايه اللي انا بجيبه وراها في السؤال قال لي اللي بيجي وراها الفعل المساعد. طبعا لما هروح هلاقي هنا الفعل المساعد بتاعي is. انا قلت يا جماعه verb to be سواء فعل مساعد او فعل اساسي كده كده باخده واعمل بيه كل شيء، فبالتالي هقول what is، يبقى اللي جه ورا what هو is، وبعدين قال لي كل اللي قبلها يجي بعدها لان هو ده الفاعل. طيب عارفين ان my بتطلع في السؤال your، فتبقى what is your favorite subject، what is your favorite subject، يعني ما هي مادتك المفضلة. Another example، مثال تاني، when I say I will go to Aswan tomorrow، I will go to Aswan tomorrow، يعني أنا سوف أذهب إلى أسوان غدا. طبعا هنا لو قلت لك إيه اللي أنا ممكن أسأل عنه في الجملة دي هتقول لي ممكن أسأل عن tomorrow وده زمن، طب هسأل عنه بإيه؟ هتقول لي هسأل عنه بوين. طيب ممكن أسأل عن إيه كمان؟ هتقول لي ممكن أسأل عن to Aswan وده place المكان، طب بسأل عنه بإيه؟ هتقول لي بسأل عنه ب where. طبعا لما أقول لك هنا أنا هكمل السؤال إزاي؟ هتقول لي أيوه بعد أداة الاستفهام أنا لازم أدور على الفعل المساعد. لما هروح للفعل المساعد هنا هلاقيه will، will ده شكل ما أنت قلت لي إن هو modal verb، يعني ما بفكرش ببدو على طول سواء في النفي أو في السؤال، فإذا هقول when will، when will. طب وبعدين قال لي الفاعل اللي هو I هطلعه you، فتبقى when will you، when will you، وكمل عادي خالص go to Aswan، when will you go to Aswan، وحط الكويستشن مارك بتاعتي علامة الاستفهام. طبعا هنا أنا ممكن أجيب tomorrow، قال لي لا طبعا طالما جبت أداة الاستفهام لازم أشيل الإجابة بتاعتها. أما أداة الاستفهام التانية وهي where اللي معناها أين، عشان اسال بيها واقول لك امال هشيل ايه في الجمله اللي بسال بيها، هتقول لي هشيل تو اسوان، تو اسوان يعني ما تشيلش اسوان بس، هقول لك لا هتشيل تو اسوان لان هو ده المكان. طيب هكمل السؤال ازاي؟ قال لي بعد وير محتاج فعل مساعد، هروح الاقي ويل
خلاص ما بفكرش بجيبه. وبعدين الفعل بتاعي اي هحوله ليو، هيبقى where will you go، وهنا لازم اجيب tomorrow لاني انا ما سالش عنها تاني. where will you go tomorrow. يبقى اذا هنا لما جيت كونت السؤال جبت اداه الاستفهام وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الاساسي وعلى طول حطيت التكمله والquestion mark. طيب another example، مثال تاني. when I say احمد plays football to be fit، احمد plays football to be fit، يعني احمد بيلعب الكوره عشان يكون قوي. طبعا هنا لو بصينا to be fit هلاقيه ان هو سبب. طيب وانا بسال عن السبب بايه؟ هقول لك انا بسال عن السبب بكلمه why. يعني why يعني لماذا. طيب انا عايز اكمل السؤال، يبقى اذا هقول why واجيب وراها فعل مساعد. رحت، ايه ده؟ مفيش فعل مساعد. طيب طالما مفيش فعل مساعد، برافو عليكم ممتازين، يبقى انا هروح بس ال do does و did. على طول هشغل دماغي هلاقي ان الفعل بتاعي في اس، فبالتالي لازم اجيب does. يبقى اذا هقول why does، why does. قلت طالما قلت does بجيب وراها الفعل اللي هو احمد، بس لازم اشيل الاس الموجوده في الفعل، فتبقى why does احمد play football. Why does أحمد play football؟ مستر أنا هكمل to be fit. هقول لك لا يا باشا. ليه؟ لأن to be fit دي هي الإجابة، ما أقدرش أجيبها مع أداة الاستفهام بتاعتها. Another example، when I say I have a car، I have a car. وهنا قلت لك اسألني مثلا على كلمة car. car دي اسم غير عاقل، فأنا هسأل عنه بكلمة what. what دي أداة استفهام محتاج وراها فعل مساعد، هروح ألاقي have. أيوه برافو عليك، انت قلت يا مستر لما الاقي هاف بستنى شويه اشوف يا ترى وراها فعل اساسي ولا مفيش. هنا مفيش وراها فعل، فبالتالي هجيب برافو عليك دو، فهقول وات دو واي هتطلع يو، يبقى وات دو يو هاف، وات دو يو هاف. طب لو جاب لي نفس المثال يا مستر وقال لي اي هاف جوت ا كار، اي هاف جوت ا كار يعني انا عندي عربيه، ده هو نفس المثال. وقلت لك برضه اسال لي بكلمه وات، هتقول لي وات دي بتسال عن السياره، يبقى اذا في الاجابه السياره هتتشال. طيب وات محتاج وراها فعل مساعد، هروح الاقي هاف. طب اخدها ولا اداه الاستفهام؟ هتقول لي ايوه هاخدها. ليه؟ هقول لك اصل جه وراها فعل اساسي، فبالتالي هقول وات هاف، واي هتطلع يو، يبقى وات هاف يو جوت، وات هاف يو جوت، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. Another example، مثال تاني. when I say أحمد does his work at 7 o'clock، أحمد does his work at 7 o'clock. طبعا لما أجي أقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي والله أنا هسأل بـ what time. what time دي بتسأل عن التوقيت، يبقى عشان أسأل بـ what time يبقى إذا هشيل at 7 o'clock. at 7 o'clock يبقى أنا هسأل بـ what time. what time دي محتاج وراها فعل مساعد، هروح ألاقي does. برافو عليكم، فعلا انت قلتيها مستر لما داز يجي كفعل اساسي باخدها صحيح بس بسيب مكانها دو، فبالتالي هقول what time does احمد do his work، what time does احمد do his work. اوعى تقول what time does احمد his work، قلت لك ركز do does و did. لما يكون جايين كفعل اساسي لو نفتهم سيب وراهم دو، لو خدتهم في السؤال سيب مكانهم دو، فبالتالي هقول what time does احمد do his work، what time does احمد do his work. طيب امتى بقى انا مش محتاج التركيبه بتاعت السؤال دي لما اجي اعمل سؤال؟ يعني امتى لو عايز اعمل سؤال انا مش مقيد بالتركيبه بتاعت اداه استفهام فعل مساعد واروح اجيب الفاعل وبعدين اكمل؟ قال لي في حاله واحده بس لما اجي اسال عن الفاعل، سواء كان الفاعل ده عاقل او غير عاقل، وهنا ما بتختلفش اداه الاستفهام هو عن وات. يعني عادي جدا بسال بو، بسال بوات، بسال باي اداه الاستفهام عن الفاعل. كل اللي انا بعمله بشيل الفاعل واحط اداه الاستفهام واكمل عادي خالص واحط كويستشن مارك. في فعل مساعد فيه؟ ما فيش فعل مساعد، ما بروحش اعمل تركيبه السؤال ده. فور اكزامبل، على سبيل المثال. when I say احمد won the game، احمد won the game يعني احمد كسب المباراه. لما اجي اقول لك هنا اسال لي بهو، هو هنا أداة الاستفهام بتسأل عن الاسم العاقل، والاسم العاقل هنا هو أحمد، يبقى إذا أحمد ده لازم أشوف موقعه في الجملة، هتقول لي ده فاعل. طيب إذا لما أسأل عن أي فاعل بشيل الفاعل وأحط أداة الاستفهام بتاعتي وخلاص، فبالتالي هقول who won the game،
Who won the game? مستر انت هنا ما جبتش ديد، مش حضرتك قلت ان لو في فعل في زمن الماضي بيجيب ديد ويرجع الفعل اصله؟ هقول لك ماشي حبيبي، الكلام ده لو انا بسال عن اي حاجه تانيه غير الفاعل، انما هنا لاني بسال عن الفاعل كل اللي انا عملته شلت الفاعل وحطيت اداه الاستفهام اللي هي هو، فبقت هو won the game، هو won the game. وبكده يبقى احنا انهينا الجزء الخاص بالمراجعه اللي كانت قبل دخول المنهج. انتظرونا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، بس هتكون اولى اعدادي لوحدها وتاني اعدادي لوحدها وتالته اعدادي لوحدها، هندخل ان شاء الله في المناهج بشكل مفصل ان شاء الله. ما تنساش شير لكل زمايلك ان شاء الله. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. ما تنساش شير دايما في الخير، وزع على كل زمايلك، خلي كل زمايلك يتفرجوا ويستفيدوا ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.